يا جدعان كي اف سي رزعتنا كده سندوتش حكايه. والمشكله ان السندوتش ده اصلا مش موجود في المحل، بس هو موجود مش فاهم ازاي. هو سندوتش جديد عندهم اسمه موتزاريلا برجر، بس انت لو رحت الفرع وقلت لهم عايز موتزاريلا برجر مش هيدوه، هيقول لك ده مش موجود اصلا. ولكن لو انت واقف قدام الفرع مع نفس الكاشير في نفس اللحظه فتحت الابلكيشن طلبته هيطلعه لك من جوه عادي. فانا لحد دلوقتي مش فاهمها ازاي، يعني انت لو معكش الابلكيشن وطلبته هيقول لك مش موجود، تحمل الابلكيشن وتطلبه من الابلكيشن تلاقيه جايبه لك من جوه عادي. المهم يعني تعالوا نشوف جيم نايم من كي اف سي. تمام، نلم كده المناديل كده على جنب هنحتاجها. تعالوا اقول لكم ايه الوجبه دي اصلا، ولا انا المفروض اشتريت ايه. تعالوا اقول لكم كل حاجه. المفروض ده كده سندوتش كده من ماك جديد اسمه موزاريلا برجر، عامل 118 جنيه، في منه العادي وفي منه سبايس. تجي لو رحت كده قلت لهم بس عايز السندوتش ده هيدولك ب 118 جنيه. السندوتش بقى ده لو انت جبته وجبت معاه ريزو وكولا كول سلو، دي كده هتبقى وجبه كده عندهم اسمها موزاريلا برجر بلس، ودي عامله 173 جنيه، ودي اللي انا جبتها النهارده. في بقى عندهم بقى موزاريلا برجر كومبو، ده بيبقى السندوتش وبطاطس وبيبسي، بيبقى عامل 143. بص هو مقفلينه كده، هم جايبين السندوتش وعاملين بقى ايه بينه حوار. هنشوف كده بس الريزو اللي هو الريزو العادي خالص، الرز والفراخ والباربيكيو، ده مش موضوعنا بس هو حلو. نمسك بقى السندوتش بقى اللي عامل قلبان في مصر اللي موجود على الابلكيشن فقط، بيبقى قطعة عيش طبعا، ودي المفروض برجر موتزاريلا، يعني القطعة دي كده برجر موتزاريلا، وطبعا قطعة تشيز او قطعة جبنة وفراخ وصوص الدايناميت تقريبا. شوف بقى هما بيقولوا ان هي برجر موتزاريلا دي بقى حوار بقى، اللي انت لو شدتها بقى بصوا شد بقى يا جدعان من هنا للسوق. لا بس انا بتفرج عليهم معلش معلش ثواني. شد بقى يا جدعان من هنا للصبح بقى في الاعلان بتاعهم، بصوا بيشدوا بقى. هو في ايه؟ الو ما شدتش يا شباب، الو وسخنه، يعني دي سخنه ما تحوروه. هي ما شدتش ولا اي حاجه، كان السندوتش ده اصلا لوحده عامل 118 جنيه، فانت لو جايبه عشان شده فهو ما بيشدش، ما انت جايبه عشان طعم. هنشوف بقى الطعم بتاعه. بسم الله. صح مش عارف اطلع اقول ايه، كل اللي اقدر اقوله ان السندوتش ده ب 118 جنيه، لا حرام، يعني موتزاريلا برجر هي مش باينه اصلا، هو في الاعلان مبين لنا ان هي بتشد قوي فمديك منظر، ولكن لا مفيش اي حاجه. وعلى فكره السندوتش سخن مش بارد خالص. هو الفراخ بتاعتهم حلوه جدا جدا، والتتبيله كده واصله كده لحد جوه، وانا طالبه كمان سبايسي فهو فعلا سبايسي جدا جدا، ولكن قطعه الفراخ اصلا صغيره، فانا مش عارف هل تدفع في السندوتش ده 118 جنيه؟ انا شايف بصراحه ان هو لا، كتير قوي قوي عليه 118 جنيه لوحده، ولكن ككومبو مش عارف مش عارف بصراحه. اكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه رايكم اصلا فيه، يا حاسس هو عمل ضجه كده على الفاضي، هو اصلا ملوش لازمه. لو فعلا البرجر بتاع الموتزاريلا ده فعلا كان بيسيح فعلا وبيشد كان هيبقى تمام جدا جدا، ولكن هو مش عارف، حاسس انا باكل مش عارف، هو عادي جدا عادي جدا قوي يعني. بس احنا كده جربنا كده سندوتش جديد من كي اف سي، لو حابب تطلبه لازم طبعا يكون طبعا عندك الابلكيشن. وعلى فكره اصلا السندوتش ده لفتره محدوده، واتمنى ان هو يلغوه خالص اصلا، مش هو وحش اساسا او عادي، هو غالي بس يا سندوتش عادي بس هو غالي. وبس كده، شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل لمليون في اسرع وقت. وهسيب لك لينك تحت اليوتيوب والانستجرام، تروح تعمل سبسكرايب دلوقتي حالا عشان نجيب دير على اليوتيوب ونعلم مكان القمر ده بقى. خلاص يا جدعان بوجي طمطم راح، اللهم بلغنا رمضان الجاي، وكالعاده دوس كوتش، السلام عليكم.